بسم الله الرحمن الرحيم. أنا غاد كتيبة الشهيد نورس. أنا أطلب من الجهات المعنية والجهات القضائية ومن حلب نيوز الإعلامي، من حلب الإعلامية، إني دققوا في الموضوع، لأني أنا صارت علي مثل مؤامرة. يعني في جماعة عدة كتائب إجت لتشيل محلات من المنطقة اللي أنا ساكن فيها، اللي مسؤول عنها المنطقة اسمها زيتونات، حي الهيدرية، منطقة اسمها زيتونات، أنا المنطقة مسؤول عنها، وأنا حامي، الحامي الله طبعاً، أنا حامي هالمحلات، والمحلات بتشهد على الحكي هذا. إن ادعوا علي إني عم باخذ من العالم فتاوى مصاري أو يسكروا محلاتهم، هذا الشيء أنا بنفيه نفياً قاطعاً، لأني لا طلبت من حدا ولا هددت حدا، واللي المصاري اللي عم يعطوها الشباب هن من طيب خاطر من عندهم، لأني قمت بعدة شغلات، وهذا الشيء كل الجهات المعنية تعرف فيها، الهيئة الشرعية صار لها خبر، وجبهة النصرة صار خبر، وبعثوا لي كتاب شكر على هالشيء هذا. اجت مجموعة لشيل محلات ابو عبود المشمع، وانا جيت وازرت الجماعة، طلبوني ورحت ازرتهم وفكيت هالجماعة وحجزت الجماعة ورحت قدمتهم للقضاء، واجوا مجموعة ثانية لتشيل اباه جد دبا، كمان قاومتهم وصار اطلاق نار ورفضت هالشيء هذا. ثاني مرة اجوا بده يشيلوا المستودع، كمان رفضت هالشيء هذا، وصار بيناتنا اشتباكات. على اثر هالشيء هذا اباه جد دبا الزلمة كل شهر جيب 10,000 منه لحاله، أنا لا فرضت عليه ولا طلبت، بس هو الزلمة من عنده إجا قال خيو هدول للعناصر للشباب، وأنا دخل خارجي ما عندي ولا طلبت من حدا ولا بطلب من حدا. أنا الشيء هذا في عندي ورشة الحمد لله، في عندي سيارتي على حسابي من قبل الثورة، عندي بكام على حسابي، سلاحي على حسابي، لا طلبت من حدا ولا بطلب من حدا، والحمد لله رب العالمين، الله كافيني ولا معتاز لحدا، وأنا جاهز لأي شيء ولأي تحقيق، اي شيء انا جاهز، اذا كان في علي اي شيء انا جاهز للتحقيق، واذا في حدا طالبني انا جاهز كمان، جاهز باي لحظه. وتروح تسالوا من محلات بحي زيتونات هالشيء هذا، اذا كان غلط طلع حكي معناته انا زلمه ماني نظامي، بس اذا الشغله هي اذا كان حكي نظامي بقى بدي من هالعالم هي تساعدني، ان كان قناه حلب تنفي هالخبر، لان الخبر عالي عن الصحه، وانا جاهز لاي شيء تطلبوه. شكرا، الله يعطيكم العافيه. جاهز تتقاضى باي جهه قضائيه، هي شرعيه؟ جاهز باي قضاء، قضاء هي شرعيه، جبهه نصره، دوله اسلاميه، شرطه عسكريه، حتى شرعية.